نتناقش. إيناس مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم سي مصطفى, كيفتي لاباس؟ الله يبارك فيك. الله إيناس مرحبا بك. أنا فرحانة بزاف حيت سد لي الخط. مرحبا إيناس أختي. الله يبارك لهاد الليلة. مرحبا بك إيناس. مرحبا بك أختي. الله يبارك فيك. منين أنت إيناس كتعيطي لنا؟ أنا مقيمة في الدول الأوروبية. منين بالضبط أنت كتعيطي لنا إيناس؟ أنا ما بغيتش نقول عندك مستعرف حيت ما شاء الله بزاف ديال الناس كنعرفهم كيسمعوا لك. مرحبا. حيت خصني نعاود مشكل عائلي. واخا لالا نسمعوك. نسمعوك إيناس. باش ما يكونش شي فطيرة, فهمتي؟ مرحبا مرحبا, ماشي مشكلة إيناس. مرحبا. أيوا عرفتي, الحمد لله فرحانة والله اللي شبر لي اليوم. مرحبا بك إيناس. الله يبارك فيك. شكرا. تفضل إيناس. شحال العمر ديالك إيناس أنت؟ 25 مقبل على ان شاء الله على 26 سنه. مرحبا ايناس. الله يبارك فيك. مستمعه قديمه ديالك, عمري ما فكرت انني انا يكون عندي مشكل ونعيط. كنت كنسمع له من ايام الليسي, يعني اللي كنت كنقرا في 9 حتى الفتره ديال البكالوريا. مرحبا بك ايناس. الله يبارك فيك. انا صراحه عندي مشكل وما عرفتش من عمدا نعود لك. كنت عادي كنقرا, الطفولة ديالي كانت الحمد لله مزيانة, يعني الأب ديالنا يعني ما شاء الله خدم تعب علينا, وعما كاين عي أنا وختي زعما ما شاء الله تعب علينا, ما خلانا محتاجين حتى شي حاجة. ودائما كان معانا وما عمره ما يعني ما قصر معانا يعني في حاجة. كنا عايشين عيشة الحمد لله مرتاحين, ماشي ميسورين, ولكن ما عمرنا ما حسيت أما خلانا نحس يعني إحنا ناقصين على الناس, ولا عندك ولاد يكونوا محتاجين. كن كيقولنا ولادي أنا كنضرب عليكم تمارة, قراو وتعلموا, ويعني باش مي في المستقبل إلا ما كنت شي يجي واحد يضحك عليكم. كونوا فاهمين يعني هاد الهدرة دائما كن كيقولها. شاءت الأقدار كملت البكالوريا ديالي, مور البكالوريا ديالي عملت فورماسيون في الليسيا معهد تكوين مهني. تخرجت منه الحمد لله الدبلوم ديالي. ديك الساعة كملت عاود الدراسة ديالي في شهرين عامين أخرى ديال الفورماسيون. عملت في بريفي, عملت أول حاجة الدولة وديك الساعة كملت في بريفي. ديك الساعة جوجت, ملي جوجت شنو نقول لك, ما شاء الله بحالي كنت عايشة في النعمة وفتحت عليا بيبان ديال النقمة. أها علاش؟ علاش حيت واحد المشاكل ما شاء الله ما بغاتش توقف. جوجت علاش من عمر؟ جوجت عملت 2014 كان العقد, ولكن أنا كملت الدراسة ديالي كأن شيء لم يكن. هذا كان الشرط عندي. هادشي هنا في المغرب؟ في المغرب. أنا خلقت في المغرب وكبرت في المغرب, يعني أنا تجوز عاد وتحققت هنا. واخا. ديك الساعة كملت الدراسة ديالي. وهذا الرجل كيفاش عرفتيه أنت, ولا كيفاش جا هاد الزواج في الطريق ديالك؟ هذا الزواج أول حاجة زواج عائلي. أها. هذا اللي كاين زواج عائلة من عائلة مقربين جدا. الأم ديالو كانت كتشوفني أنا حقا مزيانة نبنا, عملت بزاف ذو محاولات ما خلات معا من تهدر مع العائلة ديالي باش أنا نوافق هذا الزواج. شفت دورت مزيان, الولد بقي صغير معلش صافي توكلنا على الله. يعني ملي هدرت معاه كنت كنشوف العقلية ديالو صحاب لي راه كيهضر بحال اي واحد. يعني قلنا باقي لي جون, هو يعني انا خصني يعني من دائما كنقرب باش نعمل البروجي ديالي. يعني يعمل هو اللي خصو, يعني لي جون نبدا واحده بواحده وان شاء الله كلشي يوصل. هادشي اداء زعما هكا بديتو حياتكم, هكا بغيتي تبدا حياتك؟ ايوا هذا بلان. ولكن بحال اللي كيقولوا داك الشيء في الاول كيكون عي هضره. كنت كنسمع كنقول علاش هاد الناس كتقول هيدا, يعني مادا يعني واحد جوج د الناس يكونوا عاقلين عيعرفوا النقط اللي خصهم. يعني ما كنظنش عتكون هضره.
إيوا صافي. مهم جيتنا هنايا من بعد الأوراق وديك الشيء جينا هنايا. ملي جينا ديك الساعة بس المشاكل ما ارتحتش. ارتحتش نهائيا. إن شاء الله كان ارتح 15 يوم من شي مشكل كيخلق مشكل. ما شو نقول لك، جيت أول فترة بعدين جلست هنايا 6 شهور. جيت نهار اللي جيت ما جبتش حتى فين نعس. يعني شحال هما كيحاولوا يقنعوني باش انا نجي نشوف كيفاش غنعيش هنايا. نهار اللي جيت ما جبرتهمش موجود اللي يعني تم خدر. حتى فين تنعس يعني فحالي بحالي زعما نسينا جيت. شكون قال لك انا هذاك الشيء اللي حسيت؟ عرفتي علاش؟ حيت حنا المغاربه معروفين بالكرم، ماشي في اي دار في اي موطا، وحنا من هذاك من هذا الشيء كامل حنا يا عائله. ما علينا. جيت بديت ازيرو. ديك العائله اللي كانت في الدار ديال باباها ما كتعمل حتى شي حاجه، نادت كتبيات، نادت كضربتها مهره، نادت كتعمل حلي تقول 10 درجه فيا. انت الخدمه؟ ايوا بيات. مسحت الحيوط بالهذا شنو كنقول الوحنية هذاك اللي كيصفيو به الحيط كيحكوه. كيت جمعت بالفرشنا ديك حيت كان عندنا طابق فوق الاهل ديالو. عندي ما عندي شي على الكوزينة اللي باقي عندي كل شيء. المطبخ هو اللي ما كاينش. هادشي تما فين ساكنين؟ هادشي هنايا حيت عندهم دارهم كبيرة والخوت وكلشي مزوج. بقاعي هو ودار خويا. يعني قالت انا نجلس مع يعني عائله، حنا غنتفاهموا نعيشوا مع بعضنا. واخا انا في الاول كنت كنشوف ديك تكون مع العائله مشكل، كنت كنقول ان واحدة كنكون تكبينه يعني ديك شي عائلي. عرفتي هي ما كتجيش الام ديالو تقول لي هل اللي خصها ولا اللي خصها. هي كانت كتقول لا يتوافق حقها، هما ملي نجي انا غنساعدهم كيفاش نساعدهم نجيب لهم يعني نعاونهم باش تحصل الدار. انا كتعرف يعني الدار هنايا باش تشريها راه صعيب، ماشي بحال ولا بكيتي كتاجر يعني عمرك ما غتجمع. كيمشي لك مليون عيما بين الضريبه وبين الشهر. هذا الا خصك تكون يعني في دار مزيانه غتنزل كلش يعني غيمشي لك مليون. حنايا قلنا ما عندنا علاش نكريو دار خاويه. كاينه جوج الغرفات والتواليت والدوشا ومهم كلشي كاين صافي. جيت على اساس انني غنجلس غنجي ضيفه بحال هما كيجيو ضيفين بحال اللي كنعاملوهم حنايا. يعني ملي جيت كنعمل شغل 3 شهور. من ديك النهار يعني من ديك العام هذاك من 2016 ما كنقدرش دابا نحني نتمش ديال الصباط حشاك في رجلي، ما كنقدرش نحني خصني نجلس. واش هادشي بالرغبه ديالهم بالعنف ديالهم ولا باش؟ علاش انت مثلا كترهقي راسك انت هكا زعما؟ انا حقت راسي حيت ما جبرت والو. شنو غتعمل؟ انا ما غنقدرش نجلس في ديك يعني اسمح يعني موطع ماشي نظيف، انا ما غنقدرش نجلس فيه. انا ما نقدرش، انا تربيت هيداك حاجه مخسره ما نقدرش نشوف فيها، فهمتي؟ وانا عندي الحساسيه. يعني الجسم ديالي ما كيتحملش الغبره. انا علاش طبت في الدار ديالنا؟ يعني اي طبق خفيفه هيدا، ماشي زعما تقول شني يعني اي حاجه هيدا في الدار خصني ضروري ندوش ديك الساعه. الا ما دوشتش الجسم ديالي بحال اللي كيتشوط كان الجسم ديالي يعني ما كيستحملش داك الشيء. واخا صافي نوت بديت كنظف، بدينا شويه ما موجدين والو، ما كاين حتى حاجه. صافي مشينا اخترنا الفراش، عدلنا اللي عدلنا. نهار اللي بغيت نجلس نرتاح من ثم يعني بداو مشاكل. مع هو ولا مع عائلته؟ مع عائلته، ولكن هو ذاك الساعي البارد. ما قدرتش نستوعب، حاولي تفسري لي هذه المساله باختصار زعما بدقه زعما اكبر باش نفهم. يعني هما كانوا كيعمروا له راسه في الاول. شنو كانوا كيقولوا ليه زعما في نظرك؟ شنو كانوا كيوصلوا ليه؟ هما كيتعاملوا معايا بحال انا جيت من بحال انا خلقت هنا وهو جا من المغرب. هما كيحرضوه عندك تعمل لك، عاد تجي يقولوا لي كيف نسينا وحنا نبغي يعني نحس بديك الجو عائلي. لا
كيقولوا له رد بالك منا، عملوا له بحال سمموا له عقله. وهادشي واش كنتي كتوهمي ولا كتسمعيه نيت وكتعرفيه؟ شي كنسمعوا راه وصل وتطورت درجات بديت كنسمعوا بودني مباشره. هاكاك اها، يعني هما دابا ما بقاتش ديك الطريقه المخبيه. اها، بس يعني شحال من مره كنهود، يعني انا مع ساكنه انا في الطبقه الاخر، وهما من شحال مره كنهود كنسمع ديك الشيء بودني. اها فهمتي، يعني هي سبحان الله كتكون صدفه، ولكن سبحان الله العظيم ربي ملي كيبغي يبين لك شي شخص يعني شحال ما بقيتي على سعره في الحقيقه. واخا اها، من ما بدات ما تخليها شي، ما تهدي شي، ما تخرج شي، ما تشري لها شي، ما تعمل لها شي. اها، مع العلم انا ملي كنت ديك الساعه كنظف ديك، انا اصلا ماكسيموم جبت 6 شهور. اها، في الاول يعني كانت هذيك الفيزا دغيا كيعطيوها لك يساعدوك. اها، ماشي بحال باش تجلس هذيك الشويش الاوراق ديالها صعابين. واخا ايوا صافي، بقيت ديك 6 شهور بالعاد الهضره بالعاد فهمات بالعاد يعني عمر، وانا ما كنهضرش، انا غير كنشوف فيه، غير كنشوف وصافي، ما كنقول له لا علاش قلتي ولا علاش جلستي سمعتي له ولا علاش كتسال، غير كنشوف. ما كنهضر ما والو. قلت له حاجه وحده، قلت له نسينا الا عتدخل راسك هذا الشيء، قلت له ما عتقدرش تخرج منه، غتخسر حياتك، غتخسر حياتي، وغتخسر حياتنا. اها، الا نتينا ما قادرش تسير عقلك وكتعطيه لشخص اخر يتحكم فيه، من الاحسن كل واحد يشبر فينا طريق. اها، يعني انا تربيت كنعتمد على نفسي. اها، واخا الاب ديالي يعني ساعدنا قرانا، ولكن خلانا نحسوا باللي خصنا نكونوا كابابل، ما يعني النهار اللي ما يكون، النهار اللي ما يكون تكون عين سينا خاصك تخرج راسك. اها، انت حقا انا بنت او لا ما نقدر نعمل والو ولا لا، حنا ربانا يعني انا عندي اختي وحده، حنا جوج بنات، ولكن ربانا بالطريقه عصاميه، ما كاينش الا حق هذه، واخا يعني دللنا في حاجات ولكن كان معنا صارين في حاجات. واخا اها، ما علينا، مهم بدات ديك العلاقة في الهضرة هيداك شوية 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 شوية، مرة كيسمع مرة كيعمل اللي كيقول، مرة كيسمع لهم مرة كيعمل، رجعنا بحال اللي عايشين في ديك تجارب ديال العلم حياة والأرض، كل مرة من تجربة كتكون عندك. أه، هو كل مرة كيجرب شنو قالوا له. أه، وكيسحب له دابا أنا راه ما عيقاش. ما علينا، واحد حيت انا من العائله هنايا، واحد السيده هنايا عند المحل ديال يعني كتبيع فيه الملابس. داتني معها واحده من العائله كتخدم فيه. قالت لي عاود تبقى نتينا جالسه في الدار، انا تبقى تمشي معايا تجلس معايا. قلت له زعما انا فرحت حيت ما هو خدام كيخرجني في الويكاند، انا باقي عاد جيت ما نعرف لا فين نمشي لا فين نجي، صافي مني مشيت ما عجبهمش الحال. كيفاش نسينا البارح عادك جيتي وتصاحبي وغتولي تعرفين الناس وياك؟ فهمتيني فهمتيني. واخا اها، وملي كيهضروا معاك يعني بحال انا جيت من المغرب، جيت من شي مطعم بالجهل شي، ومع العلم هما مغاربه ابن عن جد وجد عن جد. واخا، وكيفاش عشتي حياتك في 6 سنين دابا؟ دابا 6 سنين. كيفاش تقدري تقولي لي على هاد 6 سنين من حياتك مع هاد الراجل مثلا في حياتك ولا داكشي؟ هاد الراجل شحال نقول لك، حاضر جسما وغائب عقلا. علاش علاش كتشوفيه هكا؟ ماشي كنشوف، هو كيتعامل هيدا حيت ملي كتوريه النصيحه ولا لا؟ شرحي لنا شرحي لنا علاش، حنا باش نقدروا زعما هذاك الشيء اللي غتقولي لنا حنا نعرفوا به، كيفاش زعما كتشوفي انت هذا الراجل باللي حاضر غير بالجسم ديالو عقله ما كاينش، علاش كتشوفي فيه هكا انت؟ حيت في الساعات اللي كخصو يكون فيهم ما كيكونش، هو فتح علينا واحد الباب ديال المشاكل. ملي احنا يعني علاش تجوزنا اصلا؟ ملي انا غنخلي واحد يحكمني ب ب ب يعني يبغى يعني اسرار العلاقه ديالكم الزوجيه ولا كيفاش انت بغيتي تعيشي مع راجلك، هادشي ما بقاش قرار بين يديكم كتشوفي بانه بيد الاخرين؟
بيد كل شيء، بيد ماه، بيد اخته، بيد خالته، بيد بنت خالته، بيد يعني جبع ثلاثي. انا بحالي جوجت بالعائله ما جوجتش بواحد. دخلت في واحد الدوامه مع العلم انا تقصيته في الاول، واش شفتينا بغيتي تزوج، ماشي داك انا ما بغيتش داك الزواج عائله. شحال عمر هذا الراجل ايناس؟ العمر ديالو 30 سنة حاليا. 26 سنة. درتي العقد على 20 عام، ولكن شحال بقيتي هنا في المغرب عاد مشيتي عشتي معاه؟ أنا بقيت من 2014 ل 2016 كملت كان عندي القراية ديالي كملتها. هذيك حاجة اللي فرحانة أنني عملتها، كملتها وما تخليتش عليها، فرحانة بزاف. عاد من بعد جيتي أنت عشتي معاه هاد السنوات هذه من 2016 لدابا؟ من 2016 جيت جلست هنايا ديك 6 شهور الاولى اللي قلت لك، ولفنا المغرب. اها، علاش رجعتي؟ ما ولفتيش ولا المشاكل اللي كانت؟ لا، انا جيت غير على اساس نشوف شنو كاين وصافي. هما كانوا كيقولوا لي اجي حقات تعيش، يعني حيت انا في الاول كنت شنو نقول لك، كان عندي واحد التردد، كنت خوفانه من اللي طحت فيه. كيفاش كنتي خوفانه من اللي تحما؟ عرفتش. كنت خوفانه ديك مشاكل دي العائله، واخا هما كانوا كيبينوا ديك الطيبوبه ديالهم وديك الحسن المعامله، ولكن انا دائما كان عندي شي حاجه فيا كتقول عندك ديك التخوف. اها، ومن ديك التخوف سبحان الله طحت فيه. يعني انا جيت في 2016، يعني جلست هنايا 6 شهور، رجعت في 2017 شهر جوج فيه 8 كنت في المغرب. من 2017 كنت جالسه في المغرب. حق ديك الساعه تفاهمنا، قلت له دابا ما عاد تدفع حتى شي حاجه، ما خصنيش نرجع دابا، انا محتاجه راحه نفسيه وراحه جسميه وراحه عقليه. بقيت عام في المغرب ما بغيتش نرجع. قل عام ونص، من 2017 حتى 2018 في شهر 9 شهر 10 عادك رجعت لهنايا. وشنو المبرر اللي كنتي كتعطي لوالديك وانت بعيده على بيت الزوجيه وداك الشيء؟ المبرر انا ما كنتش كنحاول نخبع كل شيء، ما كنتش كنبغي نبين. كنت كنقول للام ديالي انا خصني باقي نعمل واحد الفورماسيون. كنت باقي ما عملتها. وهذاك اللي عملت. والصراحه انا الام ديالي ملي جيت هي كتقول لي شحال تبدل، بحال اللي طلعت واحد الانسان ورجعت. هو تبعي مريضة جسمي، يعني مرضت هنايا بزاف. أو تنم مغرب من ديك الشهرين 3 شهور الأولى اللي جيتني المغرب، الأم ديالي هي كديني للطبيب، هي كندوز عيد تحاليل، مرت لي الجسم ديالي على حسب الجو، ومع الحساسية ما جاوش معايا الجو، يعني مرضت بزاف. وأنا ملي هوت المغرب وأنا ديك العام الأول اللي جلست فيه عيد الطبيب عهد التحليل، وهو ما كيعرفني لا في التحليلة ولا في الدواء، ما كيصرفش حتى عليا. علاش كل اللي كان كيتكلف بهذا الشيء؟ انت كنتي ما كتخدميش انت؟ ما كنخدمش، في الام والاب ديالي هما اللي كيصرفوا عليا. يعني انا ديك الوحده المزوجه اللي كيصرفوا عليها والديها. وانا عمري ما قلت له ولا يعني ولا شكيت له. هو كان كابر تما، عايش تما، خلوق خزيده وخلوق تما. هو خلق هنايا. واخا كيفاش كان كيتعامل معاك انت كامراه؟ حنا عرفنا ايه كان كي اسرار حياتكم، ولا مثلا ما قدرتوش لا هو يعني ما قدرتوش تملكوا قرار باش تصوبوا حياتكم، ولكن كيفاش كان كيتعامل معاك انت كشخص؟ كيتعامل بعض المرات كيبان لك هذاك هو الشخص المناسب، يعني بحال في البدايه كان كيهضر معايا، يعني كان كيهضر معايا باللغه اللي انا كتعجبني. يعني عن خدمو، عن عملو اللي خصنا، عن جيبو الدار ديالنا، نسينا مع انا عارفيني انا خصني نكمل قرايتي، خصني نوصل اللي خصني. من بعد شنو تبدل؟ من بعد ما كاين داكشي حتى حاجه، هذاكشي كامل كلام. لا شنو ولا كيقول لك؟ كيقول لك اودي واش لا حاليا ما كيكون والو. نهار اللي كيكون المشكل كنبغي نهضر معاه ما كيهضرش، انا كنهضر هو كيشوف فيا وساكت، ما كيجاوبش نهائيا. بحال كيقول لك المهم هذا هو الواقع، تقبليه كما هو وصافي. صافي، هو عنده اسلوب التجاهل او نسميوه فن التجاهل. ملي كيكون شي مشكل هو ما فعنده ديك لغه التجاهل نهائي، اولا كيهز راسو كيخرج، يبقى تنجد ليه ثلاثه وقت ما بغا كيجي كيختار طريق الهروب.
من انه يواجه يتقابل معك ويتحاور معك ولا يعطيك فكره ولا يعطيك راي. فوالا انا ملي شفت صراحه داك الشيء زاد ملي رجعت للمغرب مور ديك 6 شهور قلت له عرفتي يا ولد الناس كل واحد يشبر فينا طريق. انا جربت شفت اللي كاين قلت له انا ما نقدرش نعيش تما مرتاحه هذه وحده. قلت له تسينا دخلتي يعني كل واحد ملي يعني هاد الناس اللي كينصحونا اول حاجه ما نجحينش في حياتهم ما نجحوشي ما حققوا حتى هدف. كيفاش عايجي الشخص شل في حياته ما حقق حتى شي هدف عايجي يعطيني نصيحه؟ لا هو كيقول لي لا هما كيوريونا هما كبارين هما. قلت له الا كنت تسينا محتاج لي يوريك انا ما محتاجاش. الا كنت تسينا محتاج لي يفهمك انا ما محتاجاش انا قدم مسؤوليتي. وعارفه كيفاش باغي نعيش فوالا. انا عارفه انا حياتي كانت عندي يعني حسبها بورقه وستيلو هذا السن هذا غنتخرج فيه هذا السن هذا على مرتي بروجي ديالي عرفتي يعني عارفه هدفي هو لا هو ماشي ضايع ضاع فست منه وضيعني معاه. ودابا نتوما انت على حسب ما فهمت ماشي هما كانوا كيوجهوكم ولا كينصحوكم يعني كانوا كيدخلوا في حياتكم لدرجه انه قلتي لي ودي هو كانوا كيقولوا ليه عندك دير ليك عندك تخوي بيك عندك تفعل ليك عندك كانوا كيحرضوه بطريقه بحال انا زعما بحال اللي جيت جوجت به مصلحه بحال انا زعما نعدل الوراق وغنسمح فيه يعني بواحد الطريقه. والاغرب من ذلك انهم يعني واحد واجه ملائكه كيبينوا للاهل ديالي. نهار اللي هبرت نهار اللي عودت يعني وهذا الشيء ما كيعرفوش الاب ديالي يعني انا مخبعه هذا الشيء كامل على الاب ديالي حيت الاب ديالي صعيب بزاف ونهار اللي غيعرف هذا الشيء ما غيخلينيش نكمل معاه واخا دقيقه واخا نكون انا باغيه. وهذا الشيء فعلا الوالد ديالك ما تيعرفش هذا الشيء دابا اللي عايشه معاه؟ لا ما نقدرش نقول له عارف حاجه تبساطين ملي كيوقع مشكل كنهود من المغرب كنجلس. واخا ودابا شنو هو الواقع دابا اللي كتعيشي معاه دروك في هذه الوضعيه هذه؟ الواقع بحال من 2016 انا باقي كنعيشو دابا باقي ما فهماتش راسي باقي ما عرفتش انا حتى علاش جوجت. اكبر حاجه عملت غلطه في حياتي هي انني جوجت. علاش؟ اخترت شخص ماشي مناسب. كيعمل مشاكل وكيقول لك حقا صافي اسمح لي. انا كل نهار عندي ديك الفكره صافي غنطلق ما كيخلينيش نرتاح حتى نعرف راسي انا شني باغيه عرفتي. يعني كل مره دخل ناس في حياتنا ووصلوا لحاجات كبارين الام ديالو ما كتحترمنيش نهائيا واحد الكلام يعني تقول هي كتعرفني لا انا كيف تربيت ولا شكون رباني ولا يعني انا واحد الانسانه ماشي غنشكون لك راسي الحمد لله محبوبه عند الجميع. ما عمر في حياتي شي واحد لا اداني ولا يعني وقع لي شي مشكل. وشنو زعما وشنو كتنتظري؟ واش كتنتظري انه يتبدل هذا الواقع ويتستقلوا بيناتكم ولا كتنتظري شي ما عرفتش كتنتظري زعما تفكري في هذا الشيء؟ في الاول لا في الاول كنقول صافي المهم ملي بقيت في المغرب ديك عام. انا كنسولك على دابا زعما على دابا باقي لا دابا صافي دابا انا قرر انني انطلق. هذا اخر كلام قلته له حيت انا هو قلتيه يعني ليه ولكن يعني ولكن لا عزم عليه ان شاء الله. انا خصني عين دابا مع تقضى لي جواز السفر ديالي خصني نمشي للقنصليه يعني ونتكلم معاهم ونشوف الاجراءات وشنو غيوقع. وشنو كيقول هو وشنو كيقول هو في هذا الشيء؟ هو دائما كيقول لك حق اسمح لي انا عارفك انا ضلماك انا عارف. هو كيعترف بغلطه ولكن ما كيبدلوش. كيتعاود بنفس الطريقة بنفس الكيفية كتلقى راسك كدوري في بلاصتك يعني كيهضر معك واحد الكلام ساقط. بدا كيطول يده ما كاينش الاحترام. انا عمر في الدار ديالنا يعني حتى واحد انا الاب ديالي نهار اللي كيعلي الصوت عليا كنغضب وكنمشي لبيتي ونشد عليا حتى كيجي يقول لي بنتي انا عاي كنت معصب في الاخر يعني جيت جبت واحد الواقع اخر. الام ديالو واحد الكلام يعني عرفنا باللي كانت كتواجهك بها الكلام ساقط. قلتي لنا باللي كانت كتكلم معك بكلام ساقط. يعني شحال من
مرة سبحان الله أنا كنت كان داعي ونصلي كان قل يا رب أنا شكة وأنا خس إن بعد ظني إذن ما خسنيش نظن ما خسنيش ندي الذنوب وأنا يعني دوح الإنسان ما عمل والو والله العظيم لك كنت كنفيق صغير ونصلي وقيام الليل يعني باش ربي ديكش اللي بقي ما شفته يتأكد يعني مثلا كان جي كان جبل الباب ديال الزنقة مشدود من داخل جي هي تفتحوا لك وكتقول لي يعني هذه نسينا الحياة مش كي اللي كيقول لف عن مرس بنوم وبقي ما شفت يعني شفت وجهي ماشي زعما كتحشم ولا كتخبع ولا لا واخا بما انك انت وهذه رسالة منك انا بغيتك تكلمي فيها بهدوء ورسالة مفتوحة بغيتك تخيل لنا احنا ما كاينينش حداك ياك وغمضي عينيك وعرفي راجلك بوحدو هو اللي كيسمع لك شنو هي الرسالة اللي تبغي تقولي ليه رجلي نيت راه كيسمع لي هو جلس حدايا انا ما كنكذبش كنقول الحقيقة شنو تبغي تقولي ليه انا ما عندي ما نقول دابا ما بقات بيناتنا كلام حيت حاولت عملت جهد حاولت كنقول له يعني الا انت ما كتحس بالاضطراب النفسي شوف لك ام سيكولوجيك مشي عنده يساعدك انا نمشي معك نشوف مرشد اجتماعي يعني حاولت كنقول له يعني حاول تقرا يعني الكتوبه حاول تشوف يعني ولكن زعما على انت على انت عاد عرفتيها بان ساقط حيت دابا هادشي من عائلتك زعما هاد الوسط انت كتعرفيه علاش زعما لا نهائيا هادو ماشي هاد الاشخاص اللي شفت هنا ماشي هادوك اللي كيجيو عندنا ماشي هادوك اللي كنشوفوهم راه يعني صدمه ديك يقولوا صدمه العمر يعني هما كيجي واحد التعامل والضحك والاداب وهذه لكن حاليا ملي وقعوا هاد يعني هاد المشاكل وهذا الشيء هاد الصيفيه هذه هودنا المغرب الام ديالو هودت هذيك الساعه انا هودت دابا حاليا دابا عاد بدات كتبين داك الوجه الحقيقي ديالها بشويه بشويه يعني ملي هودت وحنايا مع عائله وكنتجمعوا وكنجلسوا في طبله واحده ملي هودت يعني كل ما كنجلس كتحاول تعمل مشكل بيني وبين العائلة كتحاول باش ما كان أنني تخليني يشوفوا فيا ديك العائلة كاملين ديك الشوفة بلي أنا واحد الإنسانة ماشي مزيانة ولا أنا ديك الإنسانة ومع العلم يعني أنا كل شي كيعرفني وكل شي كيعرف تربيتي ومع العلم يعني واحد عملت واحد الحاجة وبدأ كل واحد كيشوف فيها يعني العواوة الصغار في العائلة بدأوا كيردوا البال بلي هي خصها تحاول يعني واخا سمحي لنا وهذا الراجل ديالك يبغي يتكلم معنا هو ما عرفتش واش يبغي يتكلم وعلاش مثلا انا معي علاش مثلا دابا انت ياك عندك الهدف ديالك هو انك تحققي حياتك علاش علاش انت دابا محاليا الحمد لله بقرايتك وتا هو يمشي يدير شي حاجه في الحياه ديالو وما تعيشوا بجوج نتوما معزولين كاع على هذه المشاكل كلها هو ماشي معايا هو اصلا يعني كنطلب منه اقل معاونه ما كيبغيش يساعدني كيعاملني بحال اللي انا خلقت هنا بحال اللي انا خصني نكون كابابل يعني واخا عاد جيت يعني كيقول لي فتش راسك عمل راسك يعني انا ما كاينش ديك المؤازره ما كيأزركش نهائيا يعني على الاقل كنقول له علمني كيف تصنفات وخليني انا نكمل طريقي يعني انا ما خلقت شيء هنا باقي اللغة باقي شويش ناقصة شني آخر يعني بزاف ديال الحاجات ما عقدرش نعملهم بوحديتي ساعدني في شي حاجات الباقي أنا كنعرفو إناس أنا غنرجع لهاد البوح ديالك بكثير من الاهتمام غدا وأنا كنترقب التفاعلات ديال الناس معاك غير كوني مع نفس استماع لا أنت ولا الزوج ديالك الزوج ديالي هو أصلا حاليا كيستمع وأنا الصراحة ندمت حيت كنت كنعطيه فرصة بزاف وكنت كنتسنى ديك الغد اللي غيكون هو الافضل نتمنوا في الحياه ديالك افضل وفي الحياه ديالو ان شاء الله كل امل منشود لا واحد اختار ضربه تاهية واحد اختار لا واحد اختار ضربه تاهية
واحد اختار شنق عليا مازال ما دارت شنق عليا قالت لي راه كنخشي خنخشي بكره غتخفي هو يضرب على رجلها ركلها. شحال هادي مده طويله؟ مده طويله نيت عليها نبداوني صافي ما بقاش كي صافي. شنو زعما بغيتي تقول لي زعما واش من خلال الكلام كنفهموا باللي مراتك خايفه من الولد؟ لا هادشي هو اللي كاين السي مصطفى كدير داكشي اللي قال ليها صافي. وما عمرك عيطتي لها بينك وبين بينها وجلستي انت وياها مثلا خارج كاع هاد الدار وهضرتوا شويه خارج من حيت دابا انت الدار هي ولادك تينها سروك فيها زعما ما كايناش شي امكانيه زعما تقابل انت وياها وتلاقى وتجلسوا بيناتكم؟ انا تلاقينا وبغي يقول لي انا دابا راش درت لك واش انا دابا تعاونيني على الدري بينك وبينها انت دابا كديري لي قالت لك انا ولدي ما تفرقش انا مع ولدي واش بينك وبين هادشي بلا دراري؟ اييه بيني وبينها نيت كنقول لها انا قولي لي اش درت لك واش راه ولدي هذاك انا راه ما بغيتوش يدير هادشي اللي كيدير دابا. وقول لي نعم بغيت نسولك الله يعطيك الخير لا شنو ولدي نفسك سي الزروالي دابا بالنسبه هادشي هو قلتيه لنا دابا اياه مع مع الوليدات وداكشي ولكن واش كان شي حاجه بينك وبين المراه قديمه مثلا شي حاجه اللي مثلا تخلفتوا فيها وبقات مثلا معيشاكم شويه منكدين ولا شنو كان بيناتكم؟ لا لا ما عمر شي حاجه كاع دازت بيناتنا خايبه كاع ما عمرها غضبات ولا غضبنا على بعضياتنا كانوا كيشوفونا الناس كيسحبوها كيقول يسحبوها اختي كاع عايشين واحد المعيشه زعما ما نخسر ليها ما كتخسر ليا كل واحده راه انا في الخدمه ديالي وهي راه مقابله ولادها ما كان نحوش كاع داكشي انا وياها حتى كبر الولد الولد اللي خاص لنا السي مصطفى واخا الله يرحم الوالدين. بغيت نسولك مازال نسولك على والديها والعائله ديالها وداك الشيء واخا نسولك انا واحد السؤال بعدا قبل لان كاين بزاف ديال الحوايج خصني نسولك عليهم اخويا الزراوي وسمح لي. مرحبا مرحبا. علاه مني جا بغى يضربك وجات هي تفك ويحي بحي ماشي حيدها منك وداك الشيء باش تقاست هي حيت هي قلت لي ضربها حتى هي ملي كانت جات بغات تفككم هي ملي الله بدا ملي الله بدا راه كان دار طوال هي توقفت لي انا قلت لي خلي امك في عليك راه بدا منها هي الاولى زعما انا ودرت معاها قلت لي شوف انا وياك راه كنتهضروا امك عطيها اتساع علاش ما موش قالت لي؟ كان كيهددها كيقول لي غادي ننتحر غادي ندير غنفعل واخا والدراري ولادك الاخرين ما فهمتش واش عجبهم الحال من ورا داك الشيء ولا ما قال ما نهصروش هذاك الوالد ما داروش فيه؟ ما كيقدوش حتى هو هذاك الصغير كان ما كيقدش عليه كاع يقول لي شي هضره مسكينه كيشوفه القضيه وكيخرج كيقول لك انا ما عندي ما ندير لك با هذاك راه مسخوط هذاك بحال هو كيقولها لي انا يقول لك واش انا ندير عقل فيني واش انا ويا الحبس صافي با قال لك ديدي ما تصبر ما عندي ما ندير لك. على كل حال الا اقتضى الحال الانساني خصو يحافظ الانسان على السمعه ديالو كرامته ماشي. اها ووالديها؟ والديها عندها مو جيت عندها النهار فاش وقع المشكل جيت عندها عند خوتها هي خوت المراه ودي مودي يقولوا لي كاشتو معايا كاملين هاد المراه راه الدري كيفاش قال لك ودي راه الدري اللي معدي عليك وجا واحد قال مشى من هنا صابو فاش سد عليا الكراج وداك الشيء قال لي خلي على باك خواتي الكراج ديالو وداك الشيء اش بغيتي عنده بقى دوز مورا واحد السيمانه نيتو بغا يرجع ثاني نيت الحال ديالو. ما شاء الله هذا هو دابا هذا هو حالك هذه هي الوضعيه ديالك اللي عايش انت من 7 سنين هذه تقريبا ولا 10 سنين تقريبا كاع. لا 7 سنين هذه من 2013 السي مصطفى صافي ما لا حوايج كاع بنادم ما عندهم مسكين لا راك عارف كلشي السي مصطفى غادي بنادم ومشتوه مع من مع ولاد ما كان لي انا ما والله العظيم ما ودي السي مصطفى الا كنبقى نخمم بعد القطرات حتى تسد لي البلان كنقول اش مدنيه هذه كاع
ولي ولي بنادم مخدم في حياته تدار فين يسقروا في الاخر يلوحوا ولادو. انا ما فهمت انا والو والله ما فهمت والو لا في هذه المراه لا في الدراري ما عندهمش الكبده ديالو. تصور السين صافا كان شي قدام الدار وكان ناس في الميكا في البرد ديالو مرير وكان ناس في الميكا هادو ما عندهمش كاع الكبده ديال البواد ويدخلوني هذا حتى الصباح والو ما يعقلوش عليا. كاملين كاملين واخا حتى البنت كتجيبها خاطر الكوا طول عليا من الشرب. اها صافي كيشوفوا كل شيء وكنقعد تما الجيران كيجيبوا لي الماكله وحده والناس كيمشيو عندهم كيقول لهم راه السلام عليكم وداك الشيء واني عندهم ما يديروا الجيران مساكن لا لا الا معضله يعني هذه صعيبه هذا الشيء اللي انت كتقول لنا. لا 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 ما شنو نديروا واخا بسم الله وهذا علاه مرتك ما 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 كتلقاو مع والديها ما والو مع خوتها ما والو. لا لا دابا نيتور الحبر هذا ما عمرني شفتو مما زعما كان انا وياه ما عمرنا تخاصمنا ما بيناتنا والو ما لحد دابا مثلا دابا زعما حنا راه زعما سمعنا لك من الاول حقيقه وحنا تنحاولوا معاك نشوفوا فين كاين المشكل لحد الان مازال كنقلبوا معاك على المشكل فين كاين وعلاش بعدا نبت هذا المشكل منين جا الجدر ديالو باش نقدروا نلقاو كيفاش نتعاملوا معاه. الجدر ديالو شي مسافر من الولد من الولد صافي من الولد نهار فلاس لي داك الولد سلال ديال الولد جلعني واخا سيدي نفرني من داري وكلشي المشكل هو اللي داير لي هادشي. واخا سيدي نفرضوا حنا فرضوا سيدي حنا بان هاد المراه قلتي لنا داك الولد هو اللي كيهددها ولا كيقول لي غادي نطاحر ولا غندير في راسي شي حاجه الا انت مشيتي وخلي هذا وتبعتي وكذا وما بقيتيش معايا. واخ على هاد المراه ما كتشوف والديها ما تيمكن مثلا تلاقى انت وياها وفي مع زعما العائله ديالها وديك الساعه تشدي الى بغات حياتك انت معها واختارتك على الاولاد حيت الاولاد راه كبروا الاولاد راه 32 عام كنظن شحال 32 عام و36 عام ياه لا 26 عام لا 26 26 عام و32 عام راه الانسان مستقل براسو راه يقدر يختار كيما بغى يعيش. اللي صعيب هو ان هاد السنوات هادي كلها لا تقدر تكون واحد 37 عام انت من حياتك انت وهاد المراه صعيب شويه شي اللي كتكلم عليه على كل حال. ولا جمعوا كاع العائله ديالي وديالها وقالت لهم انا ما تليش بغيت هذا الرجل صافي انا بغيت ولادي صافي الله يعاوننا ويعاونوا قالت لهم. اذا كاين المشكل مع المراه شحال هذا ما يمكنش تجي ما يمكنش تجي هاد المراه هادي غير لانه هددها ولدها من بعد كذا و30 عام ديال العشره بينك وبينها غتجي تقول لك لا ما بقاتش بغات تعيش معك حيت هددها. ما هذه مساله شويه ما لا لا ولد هادشي صافي ما قبولهاش ما كلشي العائله ديالي كاع راه عارفين كلشي الولد اللي واخا وهاد المراه هادي واش كنتي عايش انت وياها شويه ديال النكاد شويه ديال العنف شويه ديال مثلا مقصح معها شويه كيفاش كنتي عايش معها؟ لا 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 ما كاينش العنف هادشي مصطفى ما عمرنا تعنفنا وياها قلت لك عمرها ما غضبت ولا خسر لي خاطرها ولا داك الشيء ما عنديش تنوض انا كنمشي للمحل ديالي كنجيب الشغل ديالي ناضي صافي ما واش جواجكم كان جواج ديال الوالدين ولا كنتو اختاريتوا بعضياتكم انتوما؟ لا لا ديالي للوالدين الوالده كنت مسكينه نيت هكاك تزوجت الزواج الاول وما شافتش الله وقلت يا ولدي البنت ها هي هنايا وداك الشيء كنت في الدار البيضاء ديك الساعه قلت لها واحد البنت هنايا وداك الشيء جيت قلت لها امي صافي لا جبدتك راه انا بغيتها نعمل ساكر فيا الخبز صافي هادشي هو اللي كاين وديتها نيت فعلا. دابا انت مرضي منك ولكن خسرنا الولد اللي لقيتي في مراتك وولادك ما تيرضيش حاجه ولا لا حيت هو ما بين لحظه وحين باش تجي هاد المراه وما تبغيش كاع تطيق الحياه معاك ما كتبان في شكل صعيبه شويه هاد القضيه معها من بعد هاد السنوات هاد الشيء اللي ولد الولد 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 والا هي المشكله ديال الولد الا هي اختارت تعيش معاك انا كل شيء الولد قالتها هي قالت للناس انا ما غاديش نخلي ولدي ولدو ما طلعش بغا صافي واش انا غادي نخلي ولدي ونتبعو واش في نظر في نظرها في نظرها انت ما بغيتيش ولدك هذاك الشيء اللي كيقول لي راسها ملي انا كنهدد وكنقول لي دابا نديك المخزن وداك الشيء كيقول لي راسها انا واش ما كيبقاش فيا
راه كنقول ليه كنقول له انا راه كنخلعو ياك ما يهز علينا شي شويه اش غندير ليه راه اش غندير ليه راه طيبني واش غندير شويه تما عاونيني شويه واني والو صافي تهيئه القرار مغلوب لا داكشي اللي كاين الشي مصطفى الله يرحمه اللي ما عنده ما توك صافي دابا انت شحال وانت جالس مع خوك وولدو من نهار بدا هاد الحجر الصحي يمكن بشي سيمانه ولا صافي وانا سيدي ربي تبارك وتعالى ديال الخير ما كون بقيت تما ما عندي فين ندخل ولا فين نطرن ولا فين راه في الزنقه. واش كتعرف انت شي حاجه على هاد ولدك عمرك مثلا شديتي يديك بيدي وتتجلس انت وياه وتتصارو يعاود لك شي حاجه بينك وبينه ولا 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 كانت ماشي مصطفى ولا فاتو داك الشيء كيجي عندي يقلب عليا واسمح لي با وانا هذا ملي كنمشي للدار كيقول لك ما بغاتش امي. شنو كيفاش القضيه ملي كيمشي للدار ما بغاتش امي هذه عاوتاني؟ جا واحد النهار داني قال لها يلاه بحالاتكم اللي قربنا للدار قال لي وقعد انا ملي مشات قعدت كنساينو ملي جا قال لي با اش غادير لك راه ما بغاتش امي. ما بغاتش امي. اذا كاين المشكل بينك وبين المراه يعني ماشي ما كاينش. إلا ما كنتيش ربما منبه ليه ربما يمكن كيكون كان ولا حيت راه هادو بعض المشاكل فاش كيدوزو داك الشيء كيكون زوين فاش مسكين يجي داك الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله ما يعرفك واش باه ولا والو كيقلب عليك كل شيء لا 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 وهاد الولد واش غير قالوا لك الناس ولا فعلا أنه كياخذ شي مخدر ولا كيتقرقب ولا كيدير شي حاجة ودوك الحوايج اللي كيدير ديال التقرقي ما فيهاش راه ما كيحتياج بنادم ما كيحشم مني ما والو حاشاك كلام العايب وداك الشيء ما بقاش عندنا حنا دابا داك الشيء تعجبت انا وليت انا كنهرب كاع وليت انا ما كنقدش قدام الناس اللي كيتبعني داك الكلام الخايب كنهرب انا سي مصطفى اش غندير وليت كنشوفو نيتو ونميه كاع ندير بلاصه اخرى كنقول يا ربي يتفرق عليا ما يتبعنيش سي الزروالي دابا انت من بعد هاد السنين كلها ربحتي علاقتك بخوك لا هادشي اللي كاين اخويا ياك ود خوك باقي فايق ها فايق خوك مالو يكون فايق خوك ولا ناس واخا معليش معليش اخاي الزروالي من العياطه هاد الاخ هذا اللي على كل حال عيط لينا هو عند خوه الكبر منه بخمس سنين يوات عنده دابا في عمره 75 عام وشي جيران هما اللي على كل حال عز عليهم هذا الوضع اللي كيعيشوا حيت كيبقى مشكل بالنسبة لهذا الأمر على سولنا السؤال دابا إلا كان فعلا كي واحد مقرقب هو قال لي قد حدا الدار قال لي بلاتي تندخل نتشاور وقالت ليه لا ما تجيبوش ليا دن كاين واحد الحلقه مفقوده حيت صعيب كيفاش غيكون هذا الوضع الا كنعرفوا واحد الانسان كيتقرقب حنا كنعرفوا يعني كيتقرقب ومثلا كينهصر باه انا ضروري ما يمكن الجيران يعرفوا هذا الشيء ويشوفوه ويعاينوه يمكن كاع يديكلاريو هما البوليس باللي راه كاين مشكل ويجيو يمكن يتشد يمكن تجي تنازل لي ولكن مني كيجي حتى للدار حتى لحدا الدار كيقول ليه بلاتي ابا ويرجع عنده ويقول ليه الواليد الواليده ما بغاتش وخوه الصغير خوه الصغير هو يقدر يشوف با مثلا كي تضرب وما يتقبلش ما يتقبلش علاش زعما ما فهمتش علاش كل شيء شي اسمحوا لي يا اصدقائي تبدو مقلقه تبدو هاد ما عرفتش شي حاجه مبهمه يعني ولكن شاهدوا عندنا في هذا الامر هذا كله وعلاقته بالمراه واللي قدرنا نقيسوا ونشخصوا هاد الوضع لانه حنا راه كنعرفوا كاينين بعض الابناء مثلا اللي كيقدروا يرتكبوا عنف ضد الاصول وحكاو لينا حنا راه ماشي كاين اللي قال لنا نهصر باه وكاين الاب اللي تشكى من ولده ولا بنته كل
ماشي شنا حنا في هذا البرنامج كاين بزاف ديال الشهادات بزاف ديال مساحات البوح سمعناهم ولكن الامر اللي في هذه القضيه هذه ديال هذا السيد الى فعلا هذا الامر كيعيشوا غير مع ولده ولده هذا هو الساس اولاده هو المشكل ديالو علاش الاخرين زعما ما عازرين شباهم ولد الصغير ما جاتش غريزه الابوه بان باه ما يتضربش والبنت نيت والمرة اللي عاش معها سنين لكن كنوقفوا عند واحد نقدروا نقولوا عقدة البوح لهذه الحلقة ديال هاد السيد هو ملي تيقول لنا بانه كيجي عندو ولدو كيديه للدار حدا الدار كيدخل كيقول له الوالدة ما بغاش هذا هو البوح ديال السي الزروالي من العيايطة سمعنا على أثير إذاعة أم من العيايطة